التغذية الصحيحة لدى مرضى السكري مع أخصائية التغذية ديما سلوم. أنا جديد، صباح الخير، وعفوا هيك كنا بس نطمن على الطقس وبعدين نغوص بحديثنا معك. وأهم شيء هلأ هالأيام الطقس. صح عنجد. صباح النور مرة ثانية لكم ولكل السوريين ولكل العاملين بالإخبارية. سعد صباحكم. صباحك. أكيد خلينا نحكي عن التغذية قديش مهمة اليوم لمرضى السكري، لأنه بنعرف قديش في كتير من الأغذية بتأثر على السكري عند المرضى وخصوصا عند كبار السن. يعني قد ما حاولنا نضبطهم بتلاقي في حمية غذائية، لكن بتلاقي في شوية هيك فينا نقول لعب بهي التغذية لو بجزء بسيط. هلا أول شيء رح نحكي عن مرض السكري. مرض السكري هو مرض استقلابي بينتج عنه انه بيصير ما عاد في انسولين، ما عاد في افراز لماده الانسولين او لهرمون الانسولين. هرمون الانسولين بينفرز من خلايا بيتا عنا بالبنكرياس. لما ما بيصير افراز لهرمون الانسولين بتتراكم السكريات بالدم، فبيصير في ارتفاع بنسبه السكر بالدم. هلا المعلومه اللي اغلب الناس بتعرفها او المرضى السكريين انه الانسولين هو المفتاح الاساسي للي بيخلي السكريات تفوت على الخليه. إذا ما فاتت السكريات على الخلية فما في إنتاج للطاقة، فما في طاقة، الجسم ما عم ياخذ طاقة لحتى يكمل العمليات الحيوية للجهد العضلي للجهد العقلي. هلا هي كبداية، لما بدي أحكي أنا عن الحمية لمريض السكري، هلا حمية مريض السكري هي علاج مساعد ومساند للأدوية. صحيح. يعني إذا مريض سكري عم ياخذ أدوية شو ما كانت انسولين او حبوب او هي، فانه اذا لازم يتبع حميه غذائيه مرافقه لضبط السكر. لضبط السكري. الحميه المفروض انها هي تتناسب مع كل شخص. في طبعا مرضى السكريين هن بتختلف الاعمار، يعني ممكن يكون طفل، ممكن بالغ، ممكن انه هو يكون من كبار السن. الحمية الغذائية لازم تتوافق مع عمر الشخص، مع حاجاته الغذائية، مع رغباته، مع مثلا انه هو بيقدر قد ايه عدد الوجبات اللي لازم ياكلها بالنهار، حسب مثلا في ناس تشتغل، في ناس عندها مدرسه كذا، فهي الحميه لازم تكون متناسبه مع الاوضاع للشخص. نعم ديما، يعني من يعني اكثر الاشخاص اللي جسمهم بيطلب حلو هن مرضى السكري وما بيسوى ياخذوا حلو. اكيد خلينا نحكي شو هن الاكلات المسموحه او الحلويات المسموحة، قديش النسبة لازم، وإذا ولا بد كان كتير لازم يأكل حلو قديش لازم يمشي بعد لقمة الحلو اللي أكلها. هلا لقلك شيء، هلا مريض السكري بيقدر يأكل حلويات، بيقدر يأكل سكريات بس كمية محدودة. صحيح. يعني ما بيقدر مثلا أنا الحمية لما بدي صممها ما بقدر حط فيها كلها سكريات، ما بقدر حط فيها كلها بروتين أو كلها دهون. مفروض تكون أنواع الأغذية اللي عم يتناولها مدروسة، بحيث أنا مثلا إذا عندي مثلا نسبة الأكل 50% كربوهيدرات 30% بروتين 20% دهون، حتى بقلب الكربوهيدرات اللي هي 50% في عندي أنواع للكربوهيدرات، في كربوهيدرات سريعة الامتصاص، في كربوهيدرات بطيئة، وفي عندي الألياف. لما بدي احط لمريض السكري الحميه بدي اجي اقول انه انا مثلا في اطفال كثير بتحب مثلا الحلويات، بتحب الجاتو، بتحب الاشياء، حتى كبار السن كمان بيطالبوا انه يكون في حصه من هاي الانواع. المفروض اني انا احسب حصه من هاي الانواع وحطها، يعني انا اذا في مثلا هو مسموح للمريض السكري بنهار من الكربوهيدرات من 6 ل 10 حصص او ل 11 حصه، بتختلف حسب الوزن والطول والعمر والهي، فرضا قلنا 6 ل 11 يكون في عندنا حصه واحده هي مثلاً حلويات، بتكون قطعة محددة. ممكن في ناس تطلب أكثر، باخذ حصتين بس هذا الشيء بيروح من أنواع الكربوهيدرات الثانية اللي عم حط له إياها بالنهار. طيب خلينا نحكي عن أخطاء شائعة اللي بيوقعوا فيها الناس عن حمية التغذية لمرضى السكري، خصوصاً مثلاً بتقول لك إنه خليه ياكل فواكه قد ما بده، هيدا سكر طبيعي ما بيأثر. في كثير أخطاء اليوم بيوقعوا فيها، خلينا نحكي عنها ونحكي عنها أكثر. هلا في يعني اخطاء انا بسمع كثير قصص يعني من كذا حدا، يعني انت عم تقولي انه لا ياكل فواكه، انا بسمع انه مثلا مرضى سكريين بيمتنعوا نهائيا عن الفواكه، بيمتنعوا نهائيا عنها، ما بياخذوها ابدا، مع انه الفاكهه هي غذاء هام جدا يعني لمريض السكري، بتحتوي الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي لازم ياخذها. الكميه مريض السكري بالنهار من 2 ل 3 حصص الفاكهه، ممكن ياخذها سناك صباحي او سناك مسائي. اي نوع فاكهه؟
اي نوع فاكهه بس وشو بيختلف عندي هون الكميه او الحجم. يعني مثلا اذا تفاحه بيحقله بيقدر مثلا الحصه هي تفاحه متوسطه، اذا مثلا تين هي حبه صغيره تمام، بتختلف عندي انا الحجم الفاكهه. لانه مثلا في فاكهه غنيه بالسكريات صحيح، لما نقول سكرياتها بسيطه وسريعه الامتصاص سريعه الاستقلاب والهضم، فهذا الشيء بيرفع نسبه السكر بسرعه. فانه بدي اختار نوع الفاكهه والحجم والكميه. نعم دي بدي احكي كمان كنت على الاخطاء الشائعه، انه في مرضى سكريين بيمتنعوا نهائيا عن الكربوهيدرات. كمان الكربوهيدرات بانواع هي نوع يعني هي عنصر من العناصر الغذاء الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم. ما بيقدر الجسم انه يكفي، ما بيقدر الجسم انه يكمل عمليات الحيويه بدون الكربوهيدرات، تجديد الخلايا الاساس كلها بحاجه للكربوهيدرات. فانه كمان هي خطا شائع كبير عند المرضى السكريين. نعم خلينا لكن نحكي عن المحليات الطبيعيه او عن يعني اللي بيحلوا فيه الحبوب السكريه طبيعيه او الصناعيه. خلينا نحكي اولا عن السكرين وخلينا نحكي كمان بالمحليات الطبيعيه، شو الفرق؟ والسكرين بيقولوا لك حبه او حبتين باليوم فيك تحلي فيهم بس، اكثر من هيك ما بصير. خلينا نحكي عن السكرين بالبدايه وخلينا نتطرق الى المحليات الطبيعيه ايضا. هلا السكرين او سكر سوربيتول هو سكر موافقة عليه من FDA ومن منظمات الأغذية العالمية، وهو سكر خاص للناس اللي بدها يا تتبع حمية يا أما الناس اللي لازم ينشال من الحمية الغذائية اللي عندها سكر المائدة. فبيكون هو بديل صحي وآمن للسكر الطبيعي أو لسكر المائدة. ممكن يتناول المريض السكري أو متابعين الحمية حبة لحبتين بالنهار، هذا آمن قد ما كانت المدة. بس لما بيتناول مثلا أكثر من 10 حبات، إذا 10 حبة لفترة طويلة ممكن يسبب آثار سلبية. طيب المحليات الأخرى قديش بتأثر؟ يعني بنسمع أنه بدال السكر فيني حط عسل مثلا أو حط شيء ثاني، قد إيه له آثار خصوصا عند كبار السن؟ لأنه نحن كلياتنا عندنا بالبيت شخص كبير عنده مرض سكري، فدائما بتلاقي في صعوبة بضبط التغذية عنده والحمية وبيزعبر شوي، يعني بتلاقي انه ما بصير ناكل قطعة حلو هالقد مع انه بتكون هالقد مثلا. فكتير بنحاول لانه نحن بناكل هم قديش فعليا لما يطلع السكر في له انعكاسات صحية وبيأثر بشكل كتير كبير، فينا نقول على تغذية الدماغ حتى. صح مزبوط. هلا سؤالك انه شو هي كميه السكر اللي لازم يتناولها المريض؟ هلا السكر والمحليات الاخرى لانك شو المحليات الاخرى اللي هي العسل او سكر الفواكه او صحيح. سكر المائده اللي هو السكر الابيض المكرر او الاسمر بيقولوا لك اقل او الاسمر. هلا كلياتها كربوهيدرات، كلياتها سكريات عم تتحلل بالجسم وعم ترفع سكر الدم. الاكثر شيء امانا واكثر شيء سلامه لمريض السكري هو السوربيتول اللي هو خالي من السعرات الحراريه. السكر الابيض والعسل واغلب المحليات الطبيعيه هي حاويه على الكربوهيدرات، حاويه على السكريات. ما فيني اقول انا العسل في اقل كربوهيدرات اقل كميه سكريات من السكر المائده، هن تقريبا نفس الشيء على فكره. وتركيبه سكريات العسل اضافه للمواد الموجوده فيه الثانيه. والحلويات اثرها كبير، يعني كميه الحلويات اللي بياكلها قديش لازم تكون؟ يعني هلا مثلا انا بدي ارجع عن الحميه، بدي اقول الكربوهيدرات مسموح من 6 ل 11 حصه بالنهار. بدي اشيل مثلا اذا معلقه او معلقتين سكر هي عباره عن حصه بالنهار، فبشيله بصيروا 5 او مثلا حسب ما بكون محدد. فانه المعلقه السكر هي عباره عن حصه او نص حصه حسب حجم المعلقه صغيره او كبيره. فممكن تكون هي تنشال من الحصص الغذائيه للمريض. مشان هيك نحن بنقول انه مريض السكري ياخذ محليات صناعيه ويستبدل السكر الطبيعي او السكر المائده أخرى. والعسل باغذيه اخرى تكون مفيده وتكون بتعطيه عناصر غذائيه. بتعطيه مثلا فيتامينات، املاح معدنيه، بروتينات، دهون، بتعطيه كربوهيدرات كمان للجسم بحاجتها. نعم وتكون صحيه، يعني ما تكون هلا السكر الابيض هو عباره عن سكر تقريبا هو خالي السعرات الحراريه، يعني هو عم باخذ سعرات حراريه بدون اي عناصر اخرى ثانيه. يعني باخذ مثلا نوع من انواع الفواكه، بيكون في كثير انواع مثلا فيتامينات، في فيتامين سي، في عناصر املاح معدنيه. لما بدي اجي على السكر لا في فيتامينات ولا في املاح معدنيه، حتى الياف ما في. فلا نحن بننصح اغلب مرضى السكري انه هن يتناولوا المحليات الصناعيه طبعا بدل السكر المائده او العسل او المحليات الاخرى. نعم
خلينا نحكي اليوم عن علاقة الرياضة، إن كانت مشي ولا إن كانت رياضة بالجيم أو بالبيت، بخفض نسبة الأذية من السكر، وخاصة لدى مريضين السكر. خلينا نحكي اليوم قديش مهم إنه نحنا ندير بالنا على غذائنا، وبالإضافة ندمجه مع الرياضة يلي هي لازم تكون رفيقة حياتنا. هلا هي المريض السكري المفروض انه هو يتبع نمط حياه صحي. نمط الحياه الصحي بيشمل طبعا تناول الادويه والحميه والنشاط البدني. هذا النشاط البدني بيختلف من حسب عمر المريض، بس المفروض يكون اقل شيء 30 دقيقه مشي ثلاث مرات بالاسبوع، يعني اقل حد. ممكن مثلا يتبع انواع رياضات ثانيه مثل السباحه، مثل الايروبيك، مثل تمارين المقاومه. كل ما كان الجهد العضلي اللي اذا بيقدر طبعا المريض، كل ما كان الجهد العضلي اكبر اللي عم يقدمه، كل ما خفضت نسبه السكر بالجسم، لانه الجسم بيستخدم السكريات الموجوده بالدم بيستخدمها للجهد العضلي وللجهد العقلي للتنتين وللعمليات الحيويه الموجوده بالجسم. فالرياضه هي عامل كثير مساعد، كثير مساعد، مو بس بدني كمان نفسي، يعني حتى بتساعد مريض السكري، لانه ممكن احيانا بيتعرض مريض السكري لنوبات مثلا اكتئاب او انزعاج بيقولوا له، او بتاثر على الجهاز العصبي له. فكل ما مارس الرياضة بتساعد على أنه هو يتجاوز هاي الأعراض اللي بيعاني منها. طيب خلينا نحكي ضمن حمية التغذية لمرضى السكري عدد الوجبات اليومية. يعني بنسمع أنه لازم تكون مثلا وجبتين كبار، في سناكات وجبتين، الصحيح أنه لما أقول أنه أنا بدي أتبع حمية التغذية لمرضى السكري؟ هلا هو الصحيح اللي بنمشي عليه نحن انه بناخذ الوزن والطول وبنحسب الحاجه اليوميه لمريض السكري. قد ايه بيحتاج اليوم هذا المريض اللي عندي؟ مثلا اذا طفل بيفرق عن اللي بيكون بعمر الشباب، بيفرق عن كبار السن. طبعا بنعرف كبار السن عندهم نشاط بدني اقل من الاطفال، مشان هيك في فرق، في تفاوت. طب خلينا نحسب الكبار مثلا، الكبار السن نحسب الوارد اليومي لإلهم قد ايه بحاجه اليوم. هن مثلا بحاجه 2000 كالوري، هاي ال 2000 كالوري بتتوزع خلال النهار على عدد من الوجبات. اقل شيء المفروض يكون في ثلاث وجبات رئيسيه وتنتين سناكات خفيفه. وجبه الفطور بعدها بساعتين السناك، الغداء بعدها بساعتين السناك، ووجبه العشاء. طبعا كل وجبه بتكون محسوبه السعرات الحراريه لإلها. هي عند الكبار، عند الشباب وعند الشباب هلا حسب اذا عم يتناول مثلا في جرعات الانسولين المفروض قبل الجرعه او بعد الجرعه، ممكن تكون اربع وجبات ووجبتين سناك. والاطفال مختلفين، بيحتاجوا يمكن كميات اكبر. الاطفال نفس الوجبات بس بنزيد الكميه لإلهم، لانه هن في عندهم، الاطفال في عندهم نمو وفي عندهم نشاط بدني وعمليات استقلاب حيويه، فعندهم يعني بعد ال 18 ما عاد في نمو، قبل ال 18 في نمو، ففي اجباري طاقه بتروح للنمو ولا العمليات الحيويه الثانيه للجسم. نعم. ديما يعني بدنا نشكرك كثير، وبدنا نتمنى يا رب هيك الصحه والسلامه لكل المرضى السكري، وبدي اتمنى لك الصحه لك. شكرا كثير لكم، انا بشكركم كثير. شكرا كثير لك.